ضريبة على السيارات، قلت بأن ما بقاتش، ما بقاتش هذيك الزيادات، يعني مشيت تلغات كلية باش ما يعرف. هذيك ما جرى الحديث عنه في وسائل الإعلام، من كاين من وجود زيادة في الضريبة على السيارات، تلك الزيادة لم يقع التنصيص عليها في مشروع قانون المرية الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم. لم يقع التنصيص عليها في مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم بوضوح.